كما يقال أنه جمعني مجلس مرة مع قسيس من قساوسة النصارى، فجرى بحث طويل بيني وبينه، والقصة فيها طول وفيها فائدة، ولكن الوقت ضاق، باقي معنا نحو 5 دقائق، ولذلك فأذكر منها ما يتعلق بهذا المقام. لقد أنكر هذا القسيس على المسلمين أنهم حكموا بكفر الذي كان من قبل يسمى بمصطفى كمال باشا، ثم سمي بأتاتورك أبو الأتراك، والذي يعني حاد بالأتراك المسلمين عن كثير من أحكام دينهم كما هو معلوم. فهذا القسيس هاجم المسلمين ونسبهم إلى الغلو في تكفيرهم لأتاتورك هذا، بزعمه هو أنه لم يصنع شيئا يذكر ويستحق عليه التكفير، سوى أنه فرض على الشعب التركي القبعة البرنيطة، معروفة هذه البرنيطة عندكم، وهي القلنسوة التي لها مظلة، إما مظلة كاملة أو مظلة أمامية. فكان ردي عليه من ناحيتين: الناحية الأولى ولا أطيل فيها، أن الرجل لم يخالف الإسلام فقط في هذه الناحية، وإنما غير كثيرا من أحكام الشريعة، منها أن جعل للأنثى في الإرث مثل حظ الذكر. أما فيما يتعلق بمسألة البرنيطة فهنا أنا خضت معه بحثا طويلا، خلاصته أن الإسلام من كماله أنه وضع أحكاما وتشريعات في سبيل أن يحافظ المسلمون بها على شخصيتهم الإسلامية، لكي لا ينماوا مع الزمن في شخصية أمة أخرى. وذكرت له، ورجل مع الأسف مثقف، بأن علماء الاجتماع يقولون بأن أي شعب يريد أن يحافظ على شخصيته فعليه أن يحافظ على تقاليده وعلى تاريخه وعلى لغته. هذا أمر مسلم لديهم في علم الاجتماع. فقلت له، فكان من فضل الإسلام وكمال تشريعه أنه شرع للمسلمين أن يحافظوا على شخصيتهم المسلمة، وأن لا يتشبهوا بالمخالفين لهم، بل وأن يتقصدوا مخالفتهم كما شرحت لكم آنفا. هذا الرجل أتاتورك، وهنا الشاهد من هذا المثال، لو كان يريد الخير للشعب التركي المسلم ووجد فرضا في القبعة، فقلت له، فكان من فضل الإسلام وكمال تشريعه أنه شرع للمسلمين أن يحافظوا على شخصيتهم المسلمة، وأن لا يتشبهوا بالمخالفين لهم، بل وأن يتقصدوا مخالفتهم كما شرحت لكم آنفا. هذا الرجل أتاتورك، وهنا الشاهد من هذا المثال، لو كان يريد الخير للشعب التركي المسلم
ووجد فرضا في القبعة مصلحة لا يجدها في لباس آخر، فكان باستطاعته أن يجعل فارقا بين قبعة المسلم التركي وقبعة غير المسلم التركي، كان يجعل مثلا شريطا على قبعة المسلم، كل من يرى هذا المسلم المتبرنط يقول هذا مسلم ولو أنه لبس لباس الكفار. لكن الرجل فعل ما فعل عداء لدين الإسلام، ولذلك حكم عليه علماء المسلمين بالكفر والردة والخروج عن دين الإسلام. بحث طويل كان بيني وبينه في هذه القضية حتى ألهمني الله عز وجل، فقلت له بعد أن قال هذه قضية يعني لباس صار أمر أممي وليس خاصا بشعب من الشعوب أو بدين من الأديان، فجئته من ناحية حساسة. هذا القسيس لبناني والقساوسة اللبنانيون لهم زي خاص، أولا لباسهم سواد في سواد، وثانيا قلنسوتهم هي كالطربوش إذا تعرفونه، الطربوش الأحمر، ولكنه طويل ضعف الطربوش طولا وأسود زي الهرم يعني. لا الهرم بيبقى رأسه رفيع، هذا بيكون مثل السطر يعني هكذا. الشاهد قلت له هل أفهم من كلامك أن اللباس ليس له علاقة بالدين، أنه مثلا بالنسبة إليك أنت يجوز أن ترفع هذه القلنسوة وتضع على رأسك الطربوش الأحمر وعليه الإمامة البيضاء، فمن نظر إليك فظن فيك أنك شيخ من شيوخ المسلمين؟ قال لا 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 لا. قلت لما هذا لباس وليس له علاقة بالدين؟ قال لا، نحن العلماء النصارى يعني نحن رجال الدين ولنا زي خاص من بين النصارى عموما، لنا زي خاص. فألهمني الله عز وجل وقلت له كلمة يعني سقط من بعدها تماما، وتبين أنه لا مجال لأحد أن يجادل في الإسلام. قلت له هذا هو الفرق بيننا نحن معشر المسلمين وبينكم أنتم معشر النصارى، فنحن لا فرق عندنا بين عالم ومتعلم وغير متعلم ما دام أنه يجمعنا الإسلام، فما لا يجوز لأكبر عالم لا يجوز لأقل مسلم، هذا عندنا. أما عندكم فعندكم رجال دين ورجال لا دين، هكذا قلت له، بدليل أنك تقول هذا لباس خاص بكم أنتم معشر القسيسين، أما النصارى الآخرون فيلبسون ما يشاءون. لا هذا عندنا لا يجوز، ما يحرم على أكبر إنسان وأتقى إنسان يحرم على أصغر، وما لا يجوز أن يلبسه العالم لا يجوز أن يلبسه الأمي، وهكذا. فسقط في يدي، والحقيقة هذه من فضائل الشريعة الإسلامية، ولعل في هذا القدر كفاية، والحمد لله رب العالمين. شيخ نقطة تتعلق الموضوع. نعم.